هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الأمسية بعد مشاهدة قوية من خلال الأشواط القوية والتوقيت الزمنية الخيالية في أول الأشواط وشوط الكاس. ذهب مع الفاتن العلي بن سعيد بن ناصر المنهالي تهانينا والناموس. هذه هي صاحبة الكاس وصاحبة التوقيت الأفضل، 5:51 وجزئين من الثانية تهانينا والناموس. بينما ثاني أشواطنا لهذه الأمسية وهذه هي لحظات التتويج من ولي عهد إمارة عجمان، ناتي مشاهدين الأعزاء إلى ثاني الأشواط. يأتي مشجل سعيد بن مطر بن محمد الرميثي ب5:55 وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس على هذا الفوز. سلام يا ند شبا والسلام أيضا هي السمحة على هذا الفوز. ثالث أشواط هذه الأمسية ذهب مع مرام علي بن سعيد بن مصبح النعيمي 5:56 وفاء وتماما وكمالا. بينما شوطنا الرابع الذي انطلق مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذه أيضا الأمسية الرائعة فكان مع شاهينية مبارك بن محمد بن دري المنصوري 5:59 4 أجزاء من الثانية. نقلتنا إلى خامس أشواط هذه الأمسية الرائعة، هذه الأمسية التي أيضا شاهدنا من خلالها مادة الزعفران للثلاث المراكز الأولى، فكان البرنس المتواجد مع شاهين جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري 5:56 4 أجزاء من الثانية. هكذا الفوز والانتصار مع البرنس وقصة النجمة البيضاء. بينما شوطنا السادس هنا يأتي مشاهدين الأعزاء حمد بن علي بن عبد الله المهندي من قدم لنا هذا الاسم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هيلمان. فكان مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هكذا هي أيضا النتيجة وقطع المسافة في 5:58 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السابع الذي كان من خلاله مشكورة فأتى خالد بن غدير بن حمدان اليحافي قادم من منجم السبق مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام ليهدي 5:57 7 أجزاء من الثانية. والتحية أيضا لناصر بن عبد الله الغساني الذي أيضا أنتج مثل هذه النوعيات. بينما ثامن الأشواط يأتي الذيب لمحمد بن عبد الله بن سعيد الدرعي القادم من ميدان الرقيعات ومن منطقة القوع ليهدي أيضا هذا السلام 5:57 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوطنا التاسع استطاعت فيه أيضا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هناك جبارة استطاعت في جبارة أيضا لجابر بن دغيم بن مطلق الهاجري هاجرت في بر الناموس 6:23 تهانينا الناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا العاشر استطاع فيه الخليجي الذي أيضا ذهب بالناموس والفوز والانتصار في عاشر أشواطنا إلى الشقاء بالمملكة العربية السعودية لياتي هنا حمد بن عبد الله بن علي الفيد المري ب6:01 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الثاني عشر الذي أطلقت فيه أو الحادي عشر بالفعل فكانت الشاهينية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري البرنس يضيف النقطة الثانية في هذه الأمسية هنا 6:09 تهانينا والناموس الشقاء بدولة قطر الشقيقة وبميدان الشحانية في مهرجان أيضا هنا المهرجان الغالي مهرجان سيد الفريق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. شكرا لأبا خالد. شوطنا الثاني عشر يأتي بالمنافسة القوية ولكن سكر سكر ياتي بالطعم الحلو 5:59 4 أجزاء من الثانية من خلال الانجازات الكبيره والتسجيل ايضا للفوز والانتصار بالامس القريب في عاصمه الميادين. ياتي ليتوج بضبيعه مره اخرى في هذا المساء محمد بن عبيد بضبيعه الكتبي. هنا شوطنا الثالث عشر تاتي غير مهير بن علي بن دري المنصوري ياتون اهالي الختم بهذا الفوز والانتصار 5:59 8 أجزاء من الثانية. تالق من الشعار البرتغالي هنا بالفوز والانتصار غير بالفعل بفوزها وانتصارها وطار الطاير في شوطنا الرابع عشر وحلق الطاير في هذه الأمسية الرائعة هنا مع محمد بن سعيد بن محمد بن سالم النعيمي ب6:00 جزئين من الثانية. تهانينا
والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوط الختام ذخيرة هي أيضا من ذخرت لهذا الشوط، من انطلقت في هذا الشوط، من اندفعت كالسهم في هذا الشوط. شكرا لمحمد بن سعيد بن علي بن سرود على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول بست دقائق ثلاث ثواني، سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذه الأمسية التي شاهدنا من خلالها أشواط الحقائق. إذا هكذا مشاهدين الأعزاء سدلنا أيضا ستار الحقائق لنبدأ في سن أيضا آخر بإذنه تعالى في يوم الغد الساعة السابعة صباحا. أنتم مدعوون مع سن اللقاية، سن المفاجآت على فترتين صباحية ومسائية. الفترة الصباحية تحمل 15 شوطا والفترة المسائية أيضا تحمل 15 شوطا. شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق، شكرا أيضا ليوسف بن قاسم، شكرا لمخرج أيضا السباق أسامة الهواري، شكرا مسعود الكثيري، محدثكم سالم بن علي الحبسي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى بإذنه تعالى في يوم الغد وفي تمام الساعة السابعة من صباح يوم الغد ومع سن اللقاية فيها عمرية جديدة بإذنه تعالى في هذا المهرجان. سوف تأتي بمفاجآت أخرى كما شاهدنا مفاجآت هذا المساء.